في فيديو جديد اليوم. الصراحة عجبني هذا يعني السبيكر أو مكبر صوت من نوع سيتي تك، صراحة اللي عجبني بزاف، وقررت باش يعني نبارطاجي معكم أو نشارك معكم يعني باش تعرفوا يعني الجودة ديالو. صراحة اللي عجبني فيه أكثر أنه يعني فيه يعني حتى المنافذ تاع الـ USB، يعني تقدروا ديروا فيه المنفذ الـ USB، وفيه حتى المنفذ خاص بالكارت ميموار أو يعني البطاقة الصغيرة، بطاقة الذاكرة، وتقدروا ديروا فيها الموسيقى، وهذا بالإضافة إلى يعني البلوتوث باش تقدروا يعني من الحاسوب أو الهاتف تاعكم باش يعني ديروا الموسيقى عن طريقه. صراحة فيه بزاف الأشياء اللي عجبوني بزاف، المهم حتى لاكاليتي ديال الصوت صراحة جاتني مزيانة. المهم باش تعرفوا اكثر كما كتشوفوا راه هنا، يعني منين كيتشارجا هنايا، هنا منين كيتشارجا، وكاين هنا المنفذ يعني هذا ديروا فيه USB ديروا فيه الموسيقى او هنا، وهنايا هذا المنفذ الثاني، المنفذ الثاني هو اللي خاص بالكارت ميموار، وهنا كاين منفذ ايضا ديال المنفذ تاع يعني تاع السماعات العادية بالسلك، يعني إلا بغيتو فقط سماعات عادية ماشي سماعات يعني بلوتوث. ما جربتهاش صراحة حيت ما عنديش أنا ما عنديش يعني ما جربتهاش صراحة. المهم بالنسبة يعني الأزرار، كاين هاد الزر هو منين كنشعلوه، وكاين هاد الزر باش كنخدمو، وهنا باش كنقصو، وهنا باش كنزيدو من الفوليوم من الصوت. ولكن المهم كيف ما كتشوف انا اول شيء انشعلو خصني نبقى مورك هنايا لمده تقريبا 3 ثواني وغيشعل. بلوتوث مود كيف ما كتشوفوا هنا مني كنشعلو حيت ما خشيت فيه حتى شي USB، ما خشيت فيه والو، كيمشي ديريكتومون للبلوتوث مود، يعني يعني خاص بالبلوتوث. ولكن انا الان يعني بغيت نشغل فيه قبل البلوتوث، نخليه البلوتوث هي الاخر شيء نشغل فيه يعني المفتاح تاع USB، وايضا يعني الذاكره بطاقه الذاكره باش نجربوا نختبروا صوت جوده الصوت. نسيت ما قلت لكم بالنسبه للمعلومات، صراحه راه فيه 800 ملي امبير بالنسبه للبطاريه، البطاريه ديالو مزيانه. وحتى هما المعلومات ايضا الا بغيتوا تشوفوا اكثر هما المعلومات نخليهم لكم، كنتمنى يكونوا واضحين. المهم انا كنت شريته من مرجان المغرب، قلبت صراحه في الانترنت ولكن كاينين شركات اخرى، ولكن هذه الشركه ما لقيتهاش صراحه. المهم يعني كنش يعني هو اللي لقيت. المهم باش تكونوا، المهم الان سوف اجرب يعني بالمفتاح، ها هو المفتاح، يعني الان غنجرب المفتاح. ولكن قبل ذلك اول شيء غنطفيه باش ما يبقاش هذا بلوتوث مود، غنبقى مورك هنايا باور اوف، باور اوف كما كتشوفوا يعني غيطفى. غنخشيو المفتاح تاع الـ USB، ها هي المفتاح تاع الـ USB فاش خشيتو. دونك دابا غنشعلو، مني غنشعلو غنبقاو ماركين 3 ثواني كيف ما قلت لكم. Play by USB drive، يعني الآن غيخدم بالـ USB. غنبقاو ماركين باش يتنقص، حيت إلا ما وركناش مزيان غيدوز للمقطع الثاني. المهم هو هذا الزر تاع يعني غنزيدو الصوت هنا، الا بقيت مورك راه كيدوز للمقطع الاخر كما قلت لكم، كما يعني كيف في البلوتوث العادي. نحاول نزيدو شويه الصوت، هذا حنا الان دابا خدامين غير من ناحيه USB. يا بغيت نوقف بيان سور غنوقف هنايا، هاهي وقفت. الان الا بغيت نمر للمقطع الاخر راه كيف ما كيف يعني كيف بلوتوث، يعني ما كاينش شي اختلاف ملي كدوز بين مقطع ومقطع، يعني فقط مره واحده ما كتحتاجش تبقى مورك. الا بغيتي تبقى مورك هي فين كتزيد في يعني في الفوليوم كما كتشوفوا، نورك مره واحده غيدوز المقطع اخر. هنا الا بغيت نزيد شويه الصوت خصني نبقى مورك عليها بزاف.
بغيت ندوز مقطع اخر نزيدو شويه في الصوت صراحه رائع. صراحة الجودة ديال الصوت صراحة هي اللي عجبتني أكثر، لذلك قررت باش نشارك معكم هذا الفيديو. الآن غنوقفو وغنجربو يعني من خلال بطاقة الذاكرة، يعني فقط غنحيدوها بلوتوث مود. ملي كنحيدوها راه كدوز البلوتوث مود كما كتشوفوها، هي البطاقة الذاكرة ميكرو اي اس بي صغيرة، يعني مباشرة ملي غندخلها هاهي غندخلها هنايا play by TF card. هذا كافي بالنسبة للمفتاح وأيضا بالنسبة لبطاقة الذاكرة. الآن سوف نمر إلى تجريب يعني الصوت عن طريق البلوتوث. المهم الآن سوف أجرب يعني بالبلوتوث. المهم كيف ما كتشوفوا غنمشيو نأكتيفيو البلوتوث، هيا مأكتيفيا، والآن سوف نضغط على هنا باش نطفيو المركين باش يتشعل. بلوتوث مود كيف ما كتشوفوا، بلوتوث مود. دونك هنا في الهاتف ديالنا غنضغطو على هذا، هو يعني ها هو الان تم يعني تكونيكتا يعني بنجاح. الان سوف نجرب يعني موسيقى للتجريب، مثلا عند الرفع في الصوت هو الصوت. المهم صراحة مزيان. يعني كتبقى الكاليتي ديالو صراحة مزيانة.
صراحة كيبقى الصوت ديالو مزيان. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، ان شاء الله في فيديو قادم، وما تنساوش تشاركوا في القناة. شكرا لكم.